بحكم العمل اللي داخل الاكاديمي على الاصلاح ديال التقاعد وديما التقاعد. كنذكر واحد القوله كان قالها وزير الماليه فتح الله على قال لك ديك فاش كان الوزير هو قال لك 2010 ما عرفوش نخلصوا هذا وهاد الاصلاح. فين كندير واحد الدراسه على الاصلاحات ديال الانظمه التقاعد كان يعني عندي واحد التجربه مع نفس الاصلاح اللي دار 96 اخوان بحكم انني كنت متريكمون بسالير 96 دار واحد الاصلاح انه ولا تحويل المستحقات ديال المعاشات الكوتيزاسيون ولا كيداروا ابتداء من جونفي 96 بداو كيداروا مونسيولمون. كان قبل 96 95 كان كيتحول داك المبالغ المالية كتحول سنويا كتسالى السنة المالية كنجمعو حنا داك الدفن كاملة كنصيفطو اللائحة كيجينا واحد الأمر بالدفع كنديرسو داكشي. 96 ولا تحول شهريا يعني ما عندكش فين زهر كما كاين. وكاين واحد الإصلاح كان دار في الطريقة ديال الاحتساب ديال هاد المساهمة ديال الموظفين والمساهمة ديال الإدارة المشرعية الكوتيزاسيون سالاريال والباتوار. يعني في الأول كان كاين الاحتساب كيدار على تريتمون دو باز زائد واحد لانديميتي دو ريزيدونس اللي كيعرفو عليها صافي كضربها بديك النسبة 7%. 96 هنا ولا كيجمع جميع التعويضات تريتمون دو باز لانديميتي دو ريزيدونس ايارشيكو تكنيسي كيزامير يعني الوعاء ديال اللي كيخضع الكوتيزاسيون كبر يعني زادوا في الكوتيزاسيون بطريقة أخرى. جات زادوا في هاد الطريقة لا باز دو كالكيو من بعد جا الإصلاح ديال 7% انتقلوا 8% 9% حتى 10%. دابا نفس الطريقة كما قالوا نفس الطريقة راه كيتزاد دابا غادي يزادوا بزاف زادوا في السنوات ديال بورسونتاج زادوا في الطريقة زادوا في السن ديال التقاعد زادوا في طريقة احتساب السنوات اللي غادي يخدم عليها الآخر يعني نفس الطريقة. والسبب الرئيسي اللي كنشوف أنا أنه هو السببين ديال عزم ديال التقاعد. السبب الأول هو سوء التدبير اللي ذكرنا الأخ عمار يعني سوء ما كاينش كيهضر شي واحد لأن المختبر كيدير استثمارات كيدير الفلوس يعني الملايير كيدير فيها ما كاينش اللي كيهضر على سبحان الله حتى الجزء أعلى من الحسابات ما عمر ذكرها. سوء التدبير ما كيهضرش عليه كأن المشكل هو في الكوتيزاسيون الموظفين ما كيخلصوش. والسبب الثاني كما ذكر الأخ عزاوي في الأول هو أن الحصة ديال الإدارة مركزية ما كتكوتيزاسيون ما كتخلصش لا في الجيش لا في جميع القطاعات ما كتخلصش مع أنه راه كنعرفو بلي صندوق المغربي كنخلصو صندوق ديال الدولة يعني هذا هو المشكل الآخر. وعندو كان مكمل هنا مثلا آخر فلامو فلامو هذا شنو دار فلامو شنو أنا كنكرسم ليا كنبدلو غا السنية أمو كان سيكتور كومان ولاو أمو زادو في نسبة القطاعات و مثلا واحد اللي كيخلص وحددوا الاشتراكات من 70% حتى 70 درهم حتى 400 درهم. انت الا جاب لك الكالكول اللي جاب لك 50 درهم ما تخلصش 50 درهم تخلص 70 درهم في الشهر وزادوا في وبلافوني جوست 400 درهم يعني ما كاين شنو استفدنا حنا من الامر الفلوس اللي كنصيفطوا للكم شنو استفدنا والو انما كيزادوا الكوتيزاسيون ديال الموظفين بطريقه فلكيه ما عقليه حتى شي واحد. هادشي ديالو هذا لا اضافه بالزيد اخونا شكرا. كان بغيت نهضر على التشغيل ديال الداخلي ملي كنمشي ندير التعبئه بالنسبه للاضرابات ولا كنناشد اللي يديروا الاضرابات كنشوف بلي الموظف الداخلي عندهم واحد الخوف انا ما عرفتش شنو هي الخوف ملي كنمشي عندهم كنهضر على الاضراب ولا شي حاجه بحال اللي ماشي موظف بحال اللي هما عبيد بحال هذا النوع ملي كنهضر على حنا سلطه حنا تابعين الداخليه حنا هذا المشكل خصو يتعالج. انا كنحيي القطاع الاخرين الصحه والتعليم اللي فيهم الشجاعه والجراه يواجهوا اللي هما اللي جابوا الحقوق ديالهم. بالنسبه للتسويه بالنسبه لقطاع الصحه والتعليم جابوها عن جراه وصحيحه. حنا الداخليه نعسنا على هذا المشكل ومازال رانا نعسنا ما نعرفش كيف الصحه والتعليم والصحه يجيبنا الحقوق ديالنا ماشي ماشي حل. خص الداخليه توقف خص الموظفين الداخليه اللي عندهم مشكل ومطالب حتى هما يناضوا على هذا المشكل وحتى هما يديروا وقفات ماشي يوقف فيه. هذا هو المشكل. حنا الداخليه هي الراس ديال الدوله. الا تحركوا الموظفين ديال الداخليه ومشى لهم ذاك الخوف ووقفوا وجهوا هذه المشاكل راه القطاع الاخر غادي يستافدوا اكثر. ولكن الا راس ساكته الداخليه هي الراس هي اللي شاده الحبل ديال الدوله وعرفوا رئيس الحكومه ولا الوزراء غادي يشوفوا غادي يحسوا اللي تما خلل فالراس راه هما غادي يتراجعوا. ولكن ما حد حنا موظفين ديال الداخليه عندنا التبعيه لهم
سكت سكت صالح فقط كنمشي لما كيسردوا وزارة المالية كيسردوا حنا مازال ما كنهضروش على هذا المشكل ديال لي بريم ديال الداخلية راه كنقول لكم راه كنواجهو ملي كنمشي ندير التعبئة البنات الداخلية ولا الموظفين ديال الداخلية راه فيهم واحد الخوف أنا ما عارفاش هاد الخوف منين جا خصهم يوقفوا حنا الراس حنا الداخلية راه ينتقلوا اسمحوا لي نستعمل واحد
عبارة على الخطيب انتقلوا من الوعي الشقي والوعي القبيح الى الوعي السعيد. الى راه مزال طبيعه السلوك حضر تاب واحد الشهر مزيان الحمد لله الحمد لله وغير ذلك. يعني انتهاز الى التطبيق حتى بزوجنا اضافه للرشاوي اللي مع الموظفين ما تنساش تكون موسيقى اللي تيستافدوا منها وخسرنا على الحياه وش قد الكذبه تاع الاضاءه الاسلام مع المحبوبين مع الناس اللي تيمروا الخطاب ديالهم. الان علينا ان نعلم انه بدون توحيد العمل الاقل والمركزيه الاقل نكون على اليقين بانه سنظهر في دائره مفرغه سوف تجاوز التاريخ وربما كرامتنا ستداس كما تداس يوميا اذا لم نستطيع توحيد واعاده النظر ربما حتى في خطاباتنا. الخطاب ديالنا في خطاب علمي حقا علينا ان ندافع حتى على امور ربما تكون غلطا ندافع عليها. هل حقيقة نمتلك ادوات النقد والنقد الذاتي؟ نحن علينا ان نعمل كل ما في وسعنا اقولها صراحة من اجل رفع اولا من الوعي ماشي الصوت اللي كاين صوت اجتماعي انا صوت شتي الغبرة ونشد الدار ديالي بينما يتطلب منا ان يكون الوعي طبقي لان هناك صراع طبقي صراع للذين يمتلكون الوظيفه العموميه في هذه الثقافه. انا كنت اتمنى ان القاعه تنقش له الناس. اذا هذا ما اريد هو ان العرض يكون في المستوى ثم نقدم حتى الدوله في التقرير ديالها ال 50 ولا في الاصلاح الاداري ديال 2002 انا قرات هذا الكتابين تحمل هذه الاشياء مهمه جدا. هل تم تطبيقها؟ سيروا قراوا الاصلاح الاداري ديال 2002 قراوها مزيان هتلقاو امور مهمه جدا. ولكن الدولة تراجعت عنها. تقرير الخمسيني يقدم نقد ذاتي صريح للدولة، ولكن هل استطعنا وكذلك وظيفة عمومية أن نسير هذه الأمور؟ إذا هناك تراجعات أتمنى أن نستقل وأن نكون جبهة قوية مع جميع النقابات، لأن هذا الشيء تشك في الأمر. نقابة الممرضين، نقابة الأطباء، نقابة الأساتذة، نقابة المعلمين، نقابة المديرين، كل هذه الأمور خطيرة جدا ونستسمحوا على هذه الربما اختصر لان كاين بزاف. لانه عندما تكون الحركة متوقفة في شي موتور عاج ديماريه جديد من الضروري تكون هذاك نحن في اطار هذه المرحلات انا نغديماريو الماكينة باش تبقى تتحرك من جديد وفعلا كاين مجموعة من المبادرات بالنسبة لي النشاط هو ناجح اولا قيمة المداخلة اللي قدموها بفضل أنها كانت مداخلات قيمة يعني شرحوا لنا مزيان شنو هو المشكل وبغيت ننسي واحد النقطة في القضية ديال المشفى التقاعد هو أنه الأموال ديال صندوق التقاعد ديالنا كان يتم استثمارها لمدة سنوات عند أساس مع صندوق الإدعاء والتعبير. صندوق الإدعاء والتعبير كما تعرفوا هو مؤسسة كبيرة اللي كتستثمر جميع لما يدوم كتستمر اساسا في مشاريع استثماريه سياحيه من هذه البوابات ومن هذه المشاريع السياحيه الضوابط والادوات يعني مشاريع لعلاقه بالموظفين وللاسف يعني المشاريع الوحيده اللي كيتفاعل بها الناس ما حقاش المردود ديال الدوله الكافيه هي المشاريع اللي استثمرت فيها الاموال ديال الوظيفات. حنا كنعرفوا بلي راسي دي جي ما كنصدق اذا عندي ما كنصدق شي مجال يعني ناس عباد تما كيعرفوا بلي كيصدقوا ما يمكنش يخسروا هذا ممكن هذه النقطة بحق. النقطة الثانية كذلك ممكن إن شاء الله الأخ الوطني هي أن الفلوس ديالنا ديال صندوق التقاعد لمدة طويلة كانت كتجي لها وزارة المالية. وزارة المالية كانت كتجي لها إلى كل سنة ربما عاد عاد شنو كتجي لها يعني كانت داخل الميزانية ديال الدولة وكانوا كيديروا 120 كيلو ديال الدولة مع مفروغ ما قلناش يتقلق قالوا لنا شنو دار باش شنو دار باش نهائيا. إذن هو باش يغطوا على هذا الشيء كامل مازال إن هذا واحد في واحد فاسد كبير يمكن يطال ما نعرف كاش شكون وصوبا باغي يجرونا في هذا الاصلاح بهذه السرعه بهذه السرعه الكبيره من اجل باش ما نطرحوش الاسئله الحقيقيه على حسب هذه الاهميه ديال الصناعه. اذا وسائل المواجهه عندنا ادوات ديال المواجهه اللي بدات كتحرك وحقيقه راه كاين واحد الحركيه نظريه كامل المغرب في الاحتضار بعيدة ملفات ومن الملف ديال الوطن وحنا محليين في النظر اولا
على تأسيس تنسيقية محلية للطرح في الأول فقط التضامن مع الأسئلة المتدربين، ولكن في أول اجتماع لنا مع الإطارات مع السياسية والنقابية والجمعية والحقوقية بنا اجتماعين واستثناء بنا بلاغ طبعا، ولكن غادي اتجاه توسيع التصرف ديال التنسيقية في الشمل كامل الملفات العائلة ومن الملف ديال الموظفين ديال التفاعل، خاصة جميع النقابة بحال الله سيدي ويعطي 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 كامل هذا المهم. غادي نعملوا على الصيغة الأرضية ديال الظفر باش نمشيو محليا يعني في إطار هذا العمل التنسيقي الجمعي. كاين كذلك اليوم كان في وجدة مؤتمر جهوي، ورئيسهم في مؤتمر جهوي في النارس ديال تأسيس المؤتمر الجهوي للجماعات المحلية على مستوى الجهة الشرقية، تأسس فعلا مكتب جهوي في كامل الجماعات المحلية في الجهة الشرقية، وكذلك أداة من الأدوات النظرية اللي ممكن تستعملوها. المهم أنا بالنسبة لي هو الإضراب العام ديال الجلبات، هذا هو الإضراب العام يعني خطوة طبعا طالبوا بها مجموعة من القطاعات، رغم أنها تأخرت نوعا ما، ولكن أعتبرها بأنها جات في وقتها المناسب. الإضراب العام ملي كنقراو البيان اللي جانا من عند إخواننا قادة الربعة بهم، دوك هو إضراب عام بالوظيفة العمومية والجماعات القرار والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغذائي والنقل بكل أصنافه والتجار الحرفيين والمهنيين والقطاع المجالي وقطاع الموانئ والصيد البحري وكل القطاعات المهنية. بمعنى أنه مش إضراب عام في الوظيفة العمومية ولا في القطاع الخاص فقط، ولكن إضراب عام جميع القطاعات يعني ديال الحركة داخل. بمعنى أنه لو لم يدير إضراب عام لا جمع السعودية توقف، يعني كامل القطاعات توقف بما في ذلك التجارة والنقل، وهذا هو اللي متمركز عليه. يعني من يناد من نحتل الرتبة خصنا نتعبوا جماعة يعني ليس فقط الاتحاد المغربي، لكن بصراحة أنا نعرفوا هذا إضراب العام مش جماعي، هذا هو الخاص كاع النقابات يكون تعبئة جماعية عند القطاع الخاص أساسا وعند القطاع العام وجميع التجار، بمعنى أن المدينة ديزاك كيفاش يكون تحسوا كان الإضراب العام كيبدا في الثمانينات ولا ماشي فقط يعني الموظفين ما يخدموش ويجيو يلبسوا الديور. كاين كذلك اقتراح أنه يوم داك الإضراب العام نديروا شي شد احتجاجي، يعني نجمعوا الإخوة كامل المغربيين باش نمشيو نعرفوا بلادنا، ما يكونش احتجاجي باش يعطي الصورة الحقيقية ديال القوة ديالنا، ويعطي الميساج يدوز بأنه حنا متشبثين المكتسبات اللي كانت عندنا، يعني ما يوفونا بالإصلاح هذا لأن المكتسبات اللي حقوها الرفاق ديالنا لمدة سنوات، يعني ما يجي لنا لا عام لا عام لا تسليم، ما يجي لنا شي حاجة يعني غير قابلة بالنسبة لي للنقاش نهائيا. وبالتالي هذا هو الميساج اللي بغيت ندوز، هو أنه أولا كاين الإضراب ديال الجماعات المحلية اللي كاين في الأردن، وكاين الإضراب العام هي الخطوة الأساسية لإحسان نجاح الوريد كامل، ويكون توقيف ديال الحركة كاملة في المدن، هذا هو النجاح ديالنا وأتمنى أن نصل إليه. شكرا لك للجواب من طرف جميع المناظرين والمناظرات تاع المغرب في الشور. كنشكر الأخ محمد الزاوي على السفر ديالو وعلى المحاضرة القيمة اللي قدمها هو والأخ عمار بلاي. غير واحد التوضيح، كان قطاع داخلي وقطاع حديث، باش نكون الموضوع جاي مع ذاتنا، وأنا ما خصناش نغلطوا الرأي العام، راه الدولة والمخزن مازال خدام في البلاد، راه الدولة المسمى بالمخزن مازال كتبخس الحياة السياسية والنقابية، مازال كتقول لك النقابات ما داروا والو، الأحزاب السياسية ما داروا والو، واحد المنظف الداخلية اللي كان يدخل ويقول لك ياخذ مخازنين ماشي في 10 سنوات غادي يجي مكتب نقابي تحدث وتحارب غادي يغيروا هاد العقلية، راه مازال المنظف ديالنا حنايا في الداخلية يلا كدك باش توصل للصلاة وتجيب له الرابي، ملي كتجيب له الرابي كيدخل ليه الفلوس كيسخو الجيب ديالو كيقول لك انا مخير، ولكن هاد الابعاد البعد النقابي اللي كيفكر راه مازال الناس والنظر حالة خاصة باش نهضرو المحكوم عملت نظر حالة خاصة. الحمد لله حنا في 10 سنوات كنت نقابي داخل عملت تقليل النظر درنا موجزة، حاربنا فساد، حاربنا ريع، غيرنا عقليات ديال المسؤولين، نزلوا معنا لدورة الحوار، ناقشنا ملفات ديال الموظفين، ناقشنا ملفات ديال التقاعد،
ناقشنا في ملف الماليه درنا قطاع الداخلي يا عبد الله على المستوى الوطني، دوك ما نبخسوش العمل ديالنا. فاش يكون عندك قطاع الداخلي والاخ الاخ محمد العزاوي راه في المكتب الوطني، عبد الربيع في المكتب الوطني، وصلنا الملف المطلبي ديالنا كجميع القطاعات الوظيفه العموميه الوزاره المعنيه، والحمد لله فكينا مشاكل ديال الجامعات الترابيه حاليا اللي كتكتبنا جامعات محليه، افكينا المشاكل. راه ما تصوروش عباد الله ما كانت كتخص 10 سنين في الرابي الدوله، ماشي بحال قطاعات وزاريه اخرى. قطاعات وزاريه اخرى كيسبقوا الفلوس قبل ما يسبقوا الورق. التعليم، الصحه، الاخوان الله يعاونهم بصحتهم، حنا كيجيوك الورق عاد يجيوك الفلوس. وكتصادم مع رؤساء مجالس محليه اللي راسو قاش كتجي الفلوس وكيدير تحول الاخر. وعندنا حالات وعالجناها، يعني حنا كنقول الموظف ديال العماله ما بخسروش داك الحق ديالو، راه فعلا كاين تخوف، ولكن هذا ما كانش بلي كاين اراده التغيير، وكاين اراده التغيير الحمد لله. راه دابا الموظف كيدخل هذا المشروع كيتواجه معاه، ماشي داك الموظف كيجلس بحال كيمشي بحال يجي في الباب، لا. يعني باش نغيروا هاد العقليه ديال الداخليه هادي بسنوات الاستقلال حتى دابا ما بخسوش هاد العمل. كاين عمل دار، كاين قطاع الداخليه، كاين على المستوى الوطني، وغادي يتجدد في الايام المقبله المكتب الوطني، وغادي يدعو جميع المناضلين اللي دارو القطاع الداخليه. راه عندنا لقاء في 20 فبراير نهار 26 لدراسه هاد النقطه، كاين مؤتمر وطني تجديد المكتب. حنا ناقشنا هاد الامور مع الاخوان، ولكن ما تنساوش باللي الدوله مازال كتشتغل. كي قال الرفيق والعيون، راه ماشي انت اللي كتزور في السحاب وحدك كتدور كتحسب راسك انت هو الكاميرو ديال البلاد، ولا شي راه معاك الناس خدامين، راه الا ما خلفتيش رانا نسبكوك. هذه نقطة. النقطة الثانية كما داش التدخل ديال الأخ عمر، الإضراب الوطني اللي جيتكم بغير، ماشي الإضراب ديال نعس الديور، ماشي الإضراب ديال يوم عطلة، الإضراب هو التواجد، تواجد في الساحة عبر بالصوت ديالك. بكيرة البارحة أنا سمعت واحد الفيديو وكيفتخر بها، باش تشوف الشماتة كي دايرة، كيقول الناس ديالو، الناس كانوا في التعليم كيديروا الإضرابات، شديد المنطقة كيديروا الإضرابات، الناس في الصحة كانوا كيديروا الإضرابات، مبقاوش يديروا الإضرابات. وليتو كداوى، باش كداوى؟ كتدخل السبيطار ما كديرش الخير، وجاوبوا باش غادي يخدموا العباد؟ فين الطبيبة؟ فين الأطباء؟ واش تبني الحيط ولا؟ ولا الحيط كامل اليوم؟ واش يبني الناس اللي اشتغلوا؟ وتحية خاصة للأساتذة، تحية خاصة للأساتذة اللي راهم في الرباط كينضلوا نيابة. أنا واحد الفئة عريضة من الموظفين اللي سخط المرسومين، راه اليوم يتحاوروا معاهم، قال لهم وقفوكم والمراسم القديمة وخليوا هاد المرسومين يدوزوا، ولكن لا. وحنا في قطاع الوظيفة العمومية وخصوصا القطاع الداخلي راه تحاربنا من التسعينات، لأن علاش؟ أول قطاع تمرض فيه مراسيم، ما كانوش يخدموا في التعليم، كانت كتلة كانت واجهة، الصحة كانت كتلة، حنا كنا ضعاف. حنا بدينا الداخل في 1992، يلا نكمش، يلا فرح داخل بسلة وخمسة ولا سبعة، فرح بديك 1500 درهم 1800 درهم، لأنها في الجيب ونشط، غادي نعمل سيدي راني بخير. ما كناش كنعرفوش لا امور، دابا الحمد لله ولينا نعرفوا الامور كي غاديه كي كتمشي. ولهذا الله يجازيكم بخير بهذا الموضوع. انا كنحيي بعدا الوقفه ديال المكتب النقابي ديال القطاع الداخلي الاقليمي ديالنا، وكنترحم على واحد الاخ فقدناه، الاخ كمال بكولي الله يرحمه برحمه الله، كان اخ وكان نعم الاخ ونعم الصديق. راه فقدناه واحد الشخص اللي كان كيضرب الطبله هكا على المسكون، ما كانش يدير هاد الاخوان، كيقول اش راك دير، كنقول انا ما كنهضرش على راسي، كنهضر على هاد الناس. الاخ اللي كان كينهضر اخر يوم في حياته على الناس ديال الانعاش الوطني، راه الداخلية مشغلة 100,000 واحد في الانعاش الوطني، ما كتعرفوهاش، وهادو محرومين من جميع الحقوق. السيد كيشتغل 25 سنة مازال كيربح 1600 درهم، انت عمرك كيهضر عليهم، هذا مشكل عويص.
حنا راه سلنا وهزينا الملفات وتحررنا عليه، راه غير فاش درنا بمعنى اللوائح ديال الناس درنا شي واحد هنايا جانا الكرونيل ودخلوا عند الناس المسؤولين قال لك الناس كيجمعوا وتحركنا، ولكن هذا اللي يعني انا كنركزوا في الايدين حنا كنمشيو علاش ما كنديروه؟ هذاك الكاس ما كنعمروش كنعمرو بشويه بشويه، ملي كيعمر مزيان هكا كنشربو. والموظف ديالنا انا قلت لك كيشد جوج دريال كيقال لهم كلي كيدير 5000 فرنك كيجيبو كيبيعها مزوج، ماشي هكا ماشي هكا، وراه الدار غادي يقطعو لك، راه كنقول لك دابا 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 إلا ما اشتغلناش بواحد الوتيرة ديال 15 سنة ما رجعوش للدور، اشتغلوا اشتغلوا، راه والله ما تلقاو ولدي فين غطيه. والحاضرات في البداية كنقول أن الرد المناسب على السياسات لا شرعية، السياسات لا اجتماعية التي كتنهجها هذه الحكومة تراجعية، هذه الحكومة الظلامية اللي رجعتنا لسنوات الرصاص، هو نتعبئ بشكل مكثف وبشكل قوي لإنجاح إضراب 24 فبراير، وكنتمنى انه الاتحاد النقابي للموظفين بالناظور التجديد ديالو يكون بادره باش ما تكون واحد اللجنه اللي غتكون يعني غتسهر على هاد التعبئه ديال الوظيفه بعدا في الوظيفه العموميه، لان الاضراب غيكون في الوظيفه العموميه وفي القطاع العام والخاص، يعني غيكون برد وبحر وجو، حنا بغيناها توقف هاد الاضراب هذاك النهار ان شاء الله، وكنا كنتمنى ان شاء الله ان هاد الاضراب يكون فيه واحد يكون مفتوح بعدا باش نحققوا المطالب ديالنا، ولكن ان شاء الله المرات القادمه ان شاء الله غيكون هذا. وفي هذا الاطار من الاخوان ديالي يعني هذا المنتدى بالنسبه للاخوان ديالي انه في اطار تفعيل الانشطه ديال الشركه العامله المغربيه بالناظور، انه نهار الحد المقبل ماشي غدا 21 فبراير غيكون عندنا واحد التخويف نقابي العمر ديالو العمل النقابي وسؤال الديمقراطيه الداخليه اللي غيطروا الاستاذ ديالنا عمار القرعي وغيكون حتى في اطار المفاوضات النقابيه. كنتمنى الاخوان يحضروا بكثافه ويعلموا الاخوان الغائبين ان شاء الله باش ننجحوا هذه المحطه ديال التكوين، لان بالتكوين ان شاء الله غنلقاو بالعمل النقابي. واستسلمكم وشكرا. يعني تسليط الضوء على مكامن ديال الفكره الاساسيه في هذا الشيء، لان المنطق اللي غادي فيه الحكومه في اطار السياسه اللي كتير هو منطق ليبرالي وتوحيش من الاملاءات ديال برا ماشي انطلاقا من الحاجه الوطنيه، وكيبان داك الشيء بالملموس لان المطالب كاينه، كل شيء كاين وجود، كل شيء كاين المطالب، كاين احتكام اجتماعي، كاين صراع، ولكن لمن يصغي رئيس الحكومه؟ يصغي البنك الدولي، لان داك السياسه اللي كيدير ما بغاش يسمع لنا، وبما فيهم النقابات ما بغاش يريح معاهم، دونك هذا لكن ايضا هذه المقاومه اللي كاينه ما غاديش نخسوها، كاين واحد المقاومه اللي بدات كدير مشاكل حتى في مستوى الاداء ديال الدوله، كيبان خلال العدد ديال المحطات بانه كاين اختلاف على المستوى ديال التدبير الزمني ديال هذه الاصلاحات، كلشي متفقين في الدوله على الاصلاحات المملات من طرف البنك الدولي، ولكن كيبان مثلا باش يقول الوزير في الحكومه بانه المختار ماشي هو المسؤول على المرسومين، يعني كيقول بانه نختلف داخليا على التسيير الزمني ديال الاصلاحات، انكران استقبال الخارج، باغي يفرض راسو على الدوله انطلاقا بانه هو الوحيد اللي قادر يمشي في هذه الاصلاحات جوسكو كخائن وطني، يعني هذاك الاصلاحات كامله باغي يمشي فيها جوسكو باش يبين واحد الحسنيه، لذلك تصريح هيلاري كلينتون بانه ترجح ان انكران غيطلع، لان باغي يطلع شي واحد في الحكومه المغربيه اللي غيفضل الاصلاحات بهذا التوحش وبهذا الحدثين وبجوانب زمنيه معقوله اللي كما كيشوفها البنك الدولي والمسؤولين على التدمير ديال الاوطان. واحد الحاجه اخرى باش نكمل، ان الان المراكز الكبرى ديال صياغه السياسه على المستوى العالمي هي ماشي حكومات منتخبه، هي اجهزه فوق وطنيه، لا بنك مونديال، الاتحاد الاوروبي، وهذا الشيء هذه المؤسسات الحقوق الوطنيه هي مؤسسات تضع خدمتها رهن الاشاره بالشركات، شاهد شركه المولتي ناسيونال كل شركه وحده يفوق الناتج الذاتي يعني
المعاملات ديال الماليه تفوق انتاج ديال البلدان باكملها. هادو شنو كيشوفوا المعيقات ديال الانفتاح ديال الاستثمارات ديالها بدون حدود، استغلال بدون حدود، النهب ديال الطرف. كاين جوج المشاكل عندنا وفي العالم، وهذا هو الجوهر ديال الاصلاح، ان الاوطان اصبحت معيقا لهذا النهب. خص يدمروا الاوطان، لان تدمير العراق كان مصفر، ماشي زعما غير سبحان الله الزلزال وقعوا شرع ولا سوريا كتمشي ولا الى اخره. كنشوفوا بلدان كطيح، كانت وفي قلب اوروبا وفي المشاكل في الاخر. دونك كانت عمليه مدروسه، هذا التخطيط ديال الجهوله ديال الدول ماشي في نفس الاتجاه، التهديدات ديال البلاد ديال المغرب ماشي في نفس الاتجاه. كونكوا المغرب هذا الشيء اللي كنعرفوا، الضغوطات اللي كاينه بقوه من اجل فتح الصحراء، من اجل التدخل في واحد العدد من المشاكل الى اخره، ماشي لان الاوطان اصبحت معيقا لاستخلاص الشركات. وايضا نقبت علاش كاين، كنلقاو واحد المرافقه على المستوى العالمي لتدمير، على داك الشيء كانت توجيه ديال النقابات على المستوى العالمي، الاتحاد الدولي للنقابات بنفس المضمون، هي تدمير هذه المنظمات النقابيه، لان كنشوفوها منظمات منغلقه كتدافع كاع العمال، خصهم منظمات اللي كتدافع عن المصلحه العامه، وكتدافع ايضا عن العاطلين، وكتدافع عن الشركات. هذا هو المضمون. على هذا الشيء كاين الهجوم، على هذا الشيء كاين المرسوم ديال القانون، كما كاين هذا الاصلاح ديال التقاعد، كاين في الافق اصلاح ديال النقابات، قانون اصلاح النقابات، وما يكون وفق المنظور الجديد، منظمات ديال التعاون، منظمات المرافقه في هذه السياسات. نتمناو الاضراب العام، علاش نحملوا المسؤوليه غير القيادات، ايضا نتحمل المسؤوليه القرار خال ديال اضراب عام وطني، دفاع على هذه المكتسبات. الان العمل ديالنا والمسؤوليه ديالنا على المستويات المحليه، الجامعه الوطنيه، النقابات الوطنيه، باش ايضا الاضراب خص يكون ناجح وتكون نقطه نظام ايضا لتعزيز هذا الانقسام ديال الاداء الزمني في الحكومه، وباش نفرضوا مطالبنا وتكون واحد الارضيه ديال الانتقال وقلب موازين القوى لصالحنا باش نفرضوا حوايجنا. تحيه الاخوان، فرحت انا بعدا خصوصا من كنسمع المداخلات ديال القطاع الداخليه، وكتقولوا ما كاين والو، راه مزيان، راه القطاع الداخلي واحد البتة ما كانوش يقدروا يقراوا الجورنال في العمل، راه ولاو كاتب نقابيه كاين الخطوط، راه مهم. تحيه خاصه لاخو العيون، لانه كيتكلم ناظر باستماتة، ناظر بقوه، ما كان كيتكلمهم ماشي كانوا كيضربوا حسابات القطاع، كانت الحبسات وفقدان وظائف الى اخره. شكرا مره اخرى سعيد باش تكون هذه الاجواء النضاليه ومع المشاكل ديال الاضراب العام. ربما كتحتاج بعض التوضيح، لماذا اللواء جديد؟ الرهان اللي راهن عليه من خلال برمجه جديد مع اللواء هو ضمان حضور قوي لقطاعات الوظيفه العموميه في البشر، بالتالي تشكيل مكتب اقليمي لاتحاد النقابه الموظفين قوي، هذا هو الرهان اللي راهن عليه، واللواء راهن باش غيكون الكم، ومن ثم غيبقى واحد المكتب اللي يكون قوي وتمثل فيه كل القطاعات العموميه. نجحنا الحمد لله دابا عندنا خمسه ديال القطاعات ديال الوظيفه العموميه اللي حاضره اليوم، اللي ما كانش ممكن مثلا تقدر كلها لو كان نشاط فقط للتشكيل. وتحيه مجدده لكم. يوميا اكون اخونا حين اكون الاخ الزاوي والاخ عمر القحيل، كنطلبوا منهم يخليوا المحاضرات ديالهم، يخليوا المحاضرات ديالهم على اشاره المنخرط ديال الاتحاد المغربي للشغل ايكادور ودريوش. ورسالة موجهة للأخ محمد العزاوي، وتتحدث عن تفكيك الوظيفة العمومية، نحن أيضا كنتحدث عن الحديث هنا في الريف هو تفكيك الريف. نحن وحنا بلاش نقولوا الصبع كما قال السي حسين، راه كبير عندنا، نعتبره كبير، نعتبره بأننا في ريفيكا، وفي ذلك الاتحاد المغربي للشغل سعداء أيضا بالاتحاد المغربي للشغل سعداء أيضا باش نجي الطريق. ويعني اكيد ان الامانه الجهويه والاخوان لا المناضلين ولا المناضلين كلهم كيحبوا بك هنا في الاطوار، فنقول لك شكرا ونجدد لك تحيات الاتحاد المغربي للشغل من طرف الدروس. الاخ عمر القحيل هو القطاع ورد ذلك، نقول له شكرا جزيلا على المداخله ديالو القيمه. الاخوان انتقلوا للنشاط الثاني. النشاط ديال اليوم، الندوه ديال اليوم كتندرج في اطار الانشطه ديال المكتب الاقليمي لاتحاد النقابه الموظفين في الناظور، استضفنا خلالها عضو المكتب الوطني محمد العزاوي، وهي كتعتبر بمثابه تواصل
تواصل ما بين القيادة الوطنية والقواعد على مستوى إقليم الناظور، وكتجي في سياق الصف ديال هذا الهجوم الممنهج على الوظيفة العمومية عبر تحرير تكسانة من القوانين التراجعية، كذلك في سياق الشرح والتوضيح للموظفين الإصلاح المزعوم أنظمة التقاعد، واللي ما هو إلا يعني المزيد من الضريبة، المزيد من الضغط على الموظفين، لأن وحده الموظف من سيتحمل عبء هذا الإصلاح هذا المزعوم عبر ثلاثية المعروفة، يدفع أكثر لمدة أطول ولتحصل في الأخير على تقاعد أقل. وشكرا لأريفينو على التغطية وعلى الحضور، تحية لك.